ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت مصادر إعلامية أن حادثة سير خطيرة وقعت يوم الأربعاء نواحي إفران كادت أن تودي بحياة عدد من صحفي القناة الثانية لولا الألطاف الإلهية. وقالت ذات المصادر أن سيارة كانت تقل ثلاثة من صحفي دوزام انقلبت بشكل مفاجئ بعدما فقد السائق قدرته على السيطرة عليها، مما أسفر عن إصابة كل من كان داخلها بجروح. وأضافت المصادر أن مصالح الوقاية المدنية تدخلت على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى قسم المستعجلات ليتبين بعد إخضاعهم للفحص أن إصاباتهم خفيفة ولا تستدعي إلى القلق. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.